تتواصل اليوم الثاني والأخير فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية وبرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعقد فعاليات النسخة الحالية من المؤتمر تحت عنوان الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع بحضور عدد من أبرز العلماء والوزراء والمفتيين من أكثر من 100 دولة حول العالم. المشاركين في المؤتمر من أكثر من 100 دولة، هذا يمثل قمة إفتائية هي الوحيدة من نوعها في العالم، وفي إجماع على مصر لتقود الشأن الديني والشأن الإفتائي. أمس تحدث معالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وأكد على هذا المعنى، وأكد على إن المؤسسة الدينية في مصر على قلب رجل واحد. دار الإفتاء دار فاعلة ولها تأثير كبير ليس على مصر وحدها، وإنما في كل العالم الإسلامي، بل لكل الجاليات الإسلامية، وبصمات دار الإفتاء المصرية كبيرة جدا ومؤثرة وإيجابية، وأصبحت هي قبلة المستفتين في كل مكان، وذلك لما تقدمه من علم رصين وتأصيل ممتاز وفهم عميق لديننا الحنيف ونشر رسالة الوسطية والاعتدال. الشكر، كل الشكر لجمهورية مصر العربية على هذا الدور الكبير الذي تقوم به، وعلى رئاستها الحكيمة وعلى حكومتها على ما ترعاه في رعاية وصياغة الخطاب الديني العام الذي يواجه كل الأمة الإسلامية، وهذا هو الدور الذي عقد على مصر، يعني شاء الناس أو أبو، فهي القيادة التي تريد أن تقدم الخطاب البديل وترعاه. أعتبر أن هذا الميعاد السنوي في مصر فيما يتعلق بإحياء أهمية الفتوى وكيفية تأثيرها على العقول الذين كانوا تحت تأثير غير صحيح. فبما أنني شاهد على هذا المشروع من أوله، وهذا المؤتمر التاسع يدل على أن هذا المشروع وراءه عقل وحكمة،